الامو ديال كوفيد كنت انا حاصل في اوروبا انا وصحابي شي مسرحيين داكشي قالوا لي صافي غادي يسدو غادي معانا كونطاجي العام قلت لهم واش غادي ندير طبيب قالوا لي لا فهمني لا ماجور لا واش غادي ندير اللي غادي يربو فيك دوليكم بيريني هاد السهرة الترابية اليوم هي تحت إشراف دعم من وزارة الثقافة والتواصل وبشراكة مع مسرح مهمة الخميس سهرة طربية ديال بحال قلتي اعتراف أو رد الجميل شي شوية لواحد الفنانة اللي هي فنانة مقتدرة اللي افتقدناهم في السنوات الأخيرة في التلفزة المغربية ما بقيناش كنشوفوهم بزاف اللي هي أمل عبد القادر وهاد السهرة هذه فيها واحد مزيج من المطربين كل من الدار البيضاء كل من الرباط كل من طنجه مثلا عندنا اسامه عبد الدايم اللي جاي من مدينه طنجه كاين فؤاد الحماني كاين هشام الدكالي كاين المغني المصري محمد المصري وفرقه ديال رئيس الفرقه اللي الفرقه هي ديال رضا الادريسي وكاينه مقدمه لهاد السهره هذه اللي هي متمرسه ومعروفه من شحال هذه الاخت ديالنا مريم القصري وكان شويه ديال الفكاهه والمستملحات مع جواد الساح. اليوم وزاره الشباب والثقافه والتواصل بشراكه مع مسرح محمد الخامس ارتأت انها تقدم سهره طربيه، سهره اللي افتقدناها زعما من زمان، ما بقيناش كنشوفوا هذه السهرات الطربيه الجميله في بزاف ديال البلايص يعني الا بعض الجمعيات اللي كتنظمهم. اليوم في مسرح محمد الخامس كتنظم هذه السهره الليله لتكريم الفنانه القديره والفنانه المتميزه امل عبد القادر بحضور فنانين طربيين متميزين حتى هما يعني اصوات من الطينه الكبيره، وسعيده ان نكون من بين هذه الاسماء اللي حاضره الليله في هذه السهره. اليوم انا سعيد جدا بتواجدي هنا في هذه المعلمه التاريخيه الثقافيه الصرح الثقافي الكبير بالمغرب، واليوم سعادتي كبيرة بتواجدي أمام مجموعة من فنانين كبار وعلى رأسهم طبعا الحال القامة الفنية الكبيرة المغربية أمال عبد القادر، وسعادتي كذلك أن اليوم أسترجع ذكريات جميلة في هذا المسرح. تقريبا أكثر من 20 سنة كنت أتواجد هنا في برامج المواهب الجديدة في النسخة الثانية من أضواء المدينة اللي كتنظمتها دار الإذاعة والتلفزة المغربية، وشكرا لكم وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الوصلة تكون وصلة جميلة وتنال استحسان الجمهور المتواجد معنا بالقاعة. أنا اليوم فرحانة بزاف لأن هذه تقريبا واحد ربع سنين يعني قبل كورونا ما أمل ما توصلتش مع الجمهور ديالي، واليوم بهذه المناسبة هذه اللي هي سهرة طربية اللي منظمها وزارة الثقافة والاتصال تنشكرهم اللي يعني خلتني انني اليوم نتواصل مع الجمهور ديالي، وكنتمنى يعني تكون سهره ناجحه لان تبارك الله راه يعني سهره منوعه فيها فنانين اللي هما عندهم حضور وعندهم البصمه ديالهم في الساحه الفنيه. شرف لي ان احضر هذا التكريم هذا ديال خصوصا انه ديال الفنانه امل عبد القادر اللي عندي معها ذكريات كثيرة، وهي أنني لحنت لها أربع قطاع من ألحان يعني جميلة يعني من زمن جميل إلى آخره، ولها وقع على قلبي هذه السيدة هذه، وأنا الشرف لي أنني نحضر لها ونساندها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.